أنا عندي سؤال للناس كلها، إزاي عمال بيطالبوا بحقوقهم المشروعة يتحكموا بمحاكمات عسكرية وبقالهم تقريبا دلوقتي محبوسين 45 يوم؟ كل اللي عملوه العمال إن هما طالبوا بالمنح اللي بتيجي قبل رمضان، بالزيادات الطبيعية المشروعة، إن الترقيات واقفة، كل دي طلبات مشروعة. فجأة اتحبسوا وبقالهم زي ما قلت 45 يوم، وأهاليهم متبهدلة وراهم وعلى ذمة محاكمات عسكرية. أنا يعني مش قادر أستوعب، ولو كل الناس مش مستوعبة الخطر اللي بيحصل ده، يعني يبقى عليه العوض. مش عارف إيه اللي ممكن يتعمل عشان العمال دول ياخدوا حقهم. معرفش ليه مفيش محاميين ومتضامنين معاهم، ليه مفيش نقابات عمالية متضامنة معاهم. مش عارف ليه الخوف ده. ولو العمال دي ما خدتش حقها، طب ايه اللي هيحصل؟ فلازم الناس بصراحة يعني تاخد بالها ان في مشكلة كبيرة وكارثة بصراحة. مش مشكلة، دي كارثة، انه عامل يطالب بحقه المشروع في الزيادة بتاعت رمضان في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، فيتحبس ويتحكم محاكمة عسكرية. فاللي بيحصل ده أبعد كتير من حكاية الظلم. اللي بيحصل ده قمع واستغلال لفكرة إنه يعني سلطة المؤسسة العسكرية، يعني محدش يقدر يتكلم، محدش يقدر يفتح بقه. ده خطر، ويا ريت الناس تاخد بالها من ده، ويا ريت الناس تتضامن مع العمال دول.